شامل على سير ديال الطريق هاد السنة هادي سنة المصارمة، ولا داعية باش نعوضو واحد مجموعة ديال الحوايج اللي قالها. فكنعتقد أنه المس جميع الجوانب اللي خصو يمس. أنا غادي نبغي هو واحد الإضافة اللي كنتمنى أنها توصل للرأي العام، لأنه أعتقد أنه المخالفين ولا جميع المقربين للفريق يجي الموقف ويمشي في حالة مثلا إطلاق الطلبات، يعني ما تقدروش تشوفوا الحرب على مساعدة لك الاستمرار في تمثيل مدينة مراكش والمساهمة في المدينة الرياضية ومزيدا من الأعضاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد ممثل عصبة عصبة الجنوب والسيد ممثل عصبة الهوات، مشكور على تحمل هذا السفر. ما نبغيش نزيد اكثر من اللي قال السي احمد يونس رئيس الفريق، ان اولمبيك مراكش تنقلوا بهذا المعنى انه يكيد ليل نهار ان يكون في مسار الفرق الاحترافيه بتسييرها المحكم وبتسييرها المنطقي. يعني شعار الفريق هو الشفافيه، سواء مع الرأي العام أو الجسم الصحفي وكذا اللاعبين والأطر والموظفين ديال التابعين للفريق. يعني دوزنا عام كيف تيقولوا عام طويل، لأنه بسبب جائحة كورونا كان العام أطول، وهذه أول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية. الحمد لله فترة كورونا اللي كانت في واحد 3 شهور حتى 4 شهور. الدوام اللي حاضرين معنا، وانا الكلمه ديالي ما غتكون مختصره، علاش؟ لان تقريبا الاخوه كلهم كاع النقاط اللي غنهضروا فيها تقريبا نهضروا فيها، وب يعني بشمول يعني اي حاجه غنهضروا بين نقدر نتطرق لها تطرقوا لها الاخوه قبل مني. المرحله ديال الاعداد والاستعداد للموسم حول نوفروا جميع الظروف ديال اعداد الفريق بنوع الاحترافيه والعمل تكون بها تجاه الفريق باش يوصلوا للمكانه اللي خصو يكون فيها. وبهذه المناسبه اللي بغيت نقول هو الفريق تيعاني بزاف من خلال السفرات. انا اول مره تندخل واحد الفريق، ما عمري دخلت عضو في شي فريق ما جاش دخلت، لان الفرق تتعاني بزاف من خلال السفرات الطويله، من خلال التربصات ديال الفريق. وتنتمنى من كل القلب ديالي باش نكون عند حسن ظن الفريق واستمرار ان شاء الله في هذا الموسم ان شاء الله القادم ان شاء الله. شكرا لك. وتحيه لجميع الاخوان. فيما يخص التقرير المالي ولا الادبي اللي تلا على ما سمعنا الان، فهو لا فيما يخص التقرير الادبي كان عنده ضوابط اللي هي معقوله ومشروعه، وكذلك التقرير المالي كذلك. حنا اللي كيهمنا في مدينه مراكش كما يعلم الجميع فضل كل هو فيما يخص استرجاع ولا بصيص من الامال فيما يخص الرياضه وكره القدم بالخصوص. لبينه من لبينات هذا الفريق، لان حنا لبينه يعني لبينه متماسكه يعني باش يعطينا الفرصه، لا انا ولا الاخوان، ان هذا كما قال السي احمد حاليا انه اللي اوبن يعني فاتح الباب لاي واحد يدخل لهذا الفريق. المناسبه هذه اللي كنحضروها اليوم هي الجمع العام السنوي العادي لفريق اولمبيك مراكش، اللي كيف ما شفتوه كداس في اجواء اللي هي ممتازه جدا، اللي تتلا فيه التقرير الادبي والتقرير المالي، وتمت المصادقه عليهم، وبطبيعه الحال من بعدهم تتلات البرقيه ديال المرفوعه للسده العاليه صاحب الجلاله نصر الله. كما تتبع الجميع فهذا الجمع العام ديال نادي اولمبيك مراكش ما هو الا تعبير على الطريقه التي يسير بها النادي في خلال السنه كلها. ف
فريق مراكش يجب أن يعلم الجميع أنه فريق يسير بنوع من الحكمة وبنوع من العقلانية، ويمكن أن ننعته بالسير الاحترافي الحقيقي رغم غياب الإمكانيات على المادية على هذا النادي. هذه الإمكانيات اللي كتعوض بطبيعة الحال بالمجهودات اللي كيديرها الرئيس ديال الفريق ومجموعة من الأعضاء ديال المكتب ديالو. نتمنوا أنه هذه تكون مناسبة باش المسؤولين على الشأن الرياضي بالجهة ديال مراكش ينتبهوا شوية لهذه الأندية، هذه أولمبيك مراكش والاتفاق والمولودية وغيرها، وتعطاهم الدعم اللازم والكافي باش يمكن لنا نخلقوا فرق تتنافس بطريقة احترافية فيه بطريقة لائقة. نتمنى هذا لجميع الأندية المراكشية، كما نتمنى أن يخرج فريق المدينة الأول كوكب المراكشي من الأزمة ومن يعني الضيق الذي يعاني منه من ناحية السيرية ومن ناحية المالية ويرجع إليه بريقه. نتمنى التوفيق لكل الفعاليات الرياضية المراكشية ولكل الأندية المراكشية لا التي تمارس كرة القدم ولا جميع الرياضات الأخرى، وشكرا. وكما تشكر هو المكتب المديري باش تكملات البطولة ديال الهواد، لأن ما ساهمش باش تكمل البطولة ديال الهواد، وتعرفتوا كيفاش البطولة الاحترافية كيفاش كملات، وداروا تربصات في فنادق عالية وبطرق خاصة، ولكن بتسير عقلاني اللي تنشوفوا اليوم ولا من الرؤساء، لأن باش تكمل بطولة الهواد هذه معجزة من المعجزات تحققها الرجال الكبار. فلهذا حنا تنشكركم، كما تنبغي لي خدت من هذا ما اجتمعت امتي على ضلال، فانا في هذا الجمع العام تنشوف كثير، فما يمكن شيء تجمع الامه كلها على ضلال، اذا تجمعات على واحد الشخص اللي حنا كذلك في العصبه الوطنيه للهواد نكن له التقدير والاحترام. جوج النقاط الاساسيه العمليه، النقطه الاولى هي الهوات، اليوم حنا بتكليف من السيد رئيس العصبه الوطنيه للهوات اللي سهر باش تكون الجمعه العامه كلها تشرف عليها العصبه الوطنيه للهوات باش تدوز في واحد اطار ديال الشفافيه وديال النزاهه والمصداقيه، وهذا الشيء تيجي من بعد واحد السنه واحد الموسم اللي كان موسم شاق اللي تنشكروا فيه السيد رئيس المكتب المديري وجميع رؤساء الفرق باش خرجوا الموسم الحيز الوجود باش تكمل هذا الموسم، لان الاكراهات اللي كانت ديال الموسم ديال هذا الوباء اللي ألم بالعالم فكان فيها واحد التاثير كبير. تنشوفوا العصبه الاحترافيه وكيفاش الفرق ديال العصبه الاحترافيه اللي كانت كلها في التربصات وكانت كلها دايره الحجر ديالها من الفنادق الى الملاعب، وباستثناء الهوات اللي لعبوا رغم هذا الشيء ورغم ما كاينش ما فنادق ولكن خرجت البطوله لحيز الوجود. مشكورين العصبه الوطنيه للهوات، كما نشكر اليوم حضرنا واحد الجمع عام اللي كان عليه الجميع الاجماع على السيد الرئيس وعلى النتائج ديالو لا في التقرير المالي ولا التقرير الاداري. كنتمنى اولمبيك مراكش الازدهار والتوفيق. يعني كي قلنا يعني انه سولتيني السؤال ديالك كاين حول يعني المستقبل ديال الفريق اولنا والبرنامج ديالو السنوي للسنه المقبله. كي قلت لك بان اي فريق في الهوات الا ويطمح الى تحقيق ورقه الصعود، نحن يعني على استعداد تام لي باش نواجهوا البطوله ديال كره القدم هوات القسم الوطني الاول هوات، واللي تنطمحوا من خلال هذه السنه باننا سنشد ونعد بالنواجد على هذيك الورقه الوحيده للصعود كيفما كان وكيفما كلفنا الثمن، لاننا لن نرضى باولمبيك مراكش في هذا القسم هذا، ونتمنى ان يصعد الى الاقسام المواليه وليحقق الذات وليحقق المبتغى ديال المراكشيين اللي هو الاكراهات الماديه. دائما كاينه تحقق انجاز كاينه الاكراهات الماديه، ما تحققش كاينه الاكراهات الماليه، يعني خاص فكر للتغلب على هذه الاكراهات الماليه. وشير كاينه الاكراهات الماليه ما باقيش نخدموا ما باقيش نديروا حتى شي حاجه، راه نقدروا نخدموا بوالو حتى هي كاع اسيدي، راه هناك افكار باش نخدموا بلا شيء، راه ممكن، ولكن راه عصب كره القدم وعصب الرياضه راه هو المال. ثق بيا اللي بغى ويكره اللي بغى، راه المال هو عصب الرياضه، عليه تنبنيو المشاريع، عليه تنبنيو البرامج، ولكن هناك شركاء. إلا ما كاينش هذا المال كاينين شركاء اللي مخليين علينا، كاين المجالس المنتخبة مخلينا، كاين السلطات المحلية، كاين الفعاليات الاقتصادية ديال المدينة اللي مخلية
تخلت عن الرياضة. الرياضة راه ابن شرعي للمجتمع المدني، ابن شرعي للمجالس المنتخبة، ابن شرعي للسياسة. أنا أقولها بكل صراحة بأنه يعني أنه أنا كي قلت شنو هو البرنامج، أنا أدعو المراكشيين لمساندة الرياضة في مدينة مراكش، مساندة الأندية، أولمبيك مراكش، المولودية المراكشية، الاتفاق الرياضي المراكشي والكوكب المراكشي كذلك. نحن بحاجة إليكم بكل تواضع، نحن بحاجة إلى الجميع، لأننا ما عندناش شي حاجة من من ما 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 نخبيو. الجمعية ديال أولمبيك مراكش احتضنت الصحافة في الوقت اللي الكوكب المراكشي منعونا من حضور الجمع العام، شنو التعليق ديالكم؟ التعليق ديالي هو أنه أصلا يعني الباب ديال الجمعية الرياضية أولمبيك مراكش فهو باب مفتوح للجميع، ونحن راه يعني محتاجين لهاد الناس هادو كي بحال تكلمت معك، وكنعرفوا بأنه راه أي استراتيجية ديال أي عمل تيحط نصب عينيه الوسائل الإعلامية والدور ديالها، لأن هي واحد 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 اللسان اللي كيوصل لمن أراد كلامه. إلا بيتكلم المسير ولا بيتكلم المنظر راه تيخص الوسائل الاعلام اللي هي اللي كتنشر هذاك الافكار ديالو وتتوصل هذيك الاخبار ديالو اللي هي عندها هذه راه حرفه، وهذه الحرفه ولا هذه المهنه راه هي مهنه نبيله لتوصيل افكار الاخر وتحليلها والنقد ديالها وتوصيلها. فلذا علاش غنسدوا عليها الباب مادام هي خطوه، هي منبر للتنميه، منبر للتقدم، منبر للتواصل كذلك. لا يمكن ان نختلف معها، ولكن باش يرد على الاختلاف اللي طرزها فهذا شيء نشجبه، نشجبه كإنسان، نشجبه كرياضي، نشجبه كمواطن، استنكره استنكارا تاما، سمح الله من كان سببا فيه، ومن يعني أنه هذا شيء غير مقبول، ويجب رد الاعتبار بشكل رسمي للجسم الإعلامي المراكشي، لأنه الفريق يتخبط في مشاكل، يا صافي ما لقينا على من نعلقوا على الصباط، أرى نعلقوا على الإعلام، أرى نهينوه. للأسف الشديد نحن لن نسمح بهذا، ولا يرضي أي مراكشي.